خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية على المجازر والجرائم اللي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة على مدار الأيام اللي فاتت. التقرير ذكر إنه الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة قضت على أسر بأكملها. المنظمة كمان قالت في تقريرها إنه مع استمرار القوات الإسرائيلية في تكثيف هجومها الكارثي على قطاع غزة المحتل، وثقت منظمة العفو الدولية ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية من بينها غارات عشوائية تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، ويجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب. من جانبها قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنه طيلة 16 عام أدى الحصار الإسرائيلي غير القانوني لتحويل قطاع غزة لأكبر سجن مفتوح في العالم، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن للحلولة دون تحويل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية هائلة. دي واحدة من أهم المنظمات الدولية اللي بتؤكد في تقريرها إنه ما ترتكبه إسرائيل هو جريمة حرب يجب التحقيق فيه وتحويلها للمحاكمة الدولية العادلة. لكن الحقيقة أولى الخطوات هتكون إيه؟ إزاي العالم يقدر إنه يحاكم إسرائيل على هذه الجرائم؟ خلينا نروح مع حضراتكم للدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير مجلة الأهرام ويكلي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وكيف ترى الموقف الحالي في قطاع غزة ويعني مسألة الاجتياح البري وأهداف إسرائيل من هذا الاجتياح البري؟ أعتقد أنه الاجتياح البري أهدافه واضحة منذ البداية، وهي عملية أنه القضاء على البنية التحتية لحركة حماس، لكن أيضا هناك أهداف أخرى مثل ما أشار المتحدثين والتصريحات الرسمية المصرية أكثر من مرة إلى أنه عملية هناك سيناريو معد لعمليات تهجير السكان القطاع إلى خارج القطاع ودفعهم في اتجاه مصر تحديدا، لكن التصريحات المصرية متتالية ضد هذا السيناريو. السيناريو المعد حاليا هي عملية اجتياح لمناطق شمال غزة، ربما تمتد إلى الجنوب وتطويق القطاع من كل الاتجاهات لتنفيذ المخطط الإسرائيلي، لكن أنا أعتقد أنه هناك تحسب للمقاومة بشدة. لذلك سنجد أنه عمليات القصف المتتالية والعنيفة والرهيبة التي نراها الآن على الشاشات هي لمحاولة القضاء على جزء كبير من البنية التحتية لحركة حماس. هناك أنباء عن استهداف أهداف تحت الأرض باستخدام قنابل وثقيلة الوزن، طبعا جزء كبير منها من المخزون الأمريكي الموجود في المنطقة والمعدات الحديثة التي وصلت من الولايات المتحدة. أعتقد أنه إحنا في مقدمات الغزو البري، لأنه حصل دخول في الأيام الماضية لتنفيذ بعض العمليات المحدودة، لكن اليوم هم بيعلنوا صراحة عن بدء الغزو البري بشكله الموسع. دكتور عزت، اختيار هذا التوقيت يا دكتور، الإسرائيليين بتصب في هذا الاتجاه، اختيار هذا التوقيت للغزو البري اللي ربما تتحدث عنه إسرائيل من اليوم الأول لهذا يعني لما يحدث داخل قطاع غزة من يعني قصف، تتحدث إسرائيل عن هذا الغزو منذ اليوم الأول لهذا القصف، اختيار هذا التوقيت والأثر المحتمل ليه؟ بالتأكيد هناك أسباب واضحة، وهي أنه إسرائيل كانت في الداخل كانت مترددة في هذا الشأن، وكانت هناك ضغوط من الحكومة، أعضاء الحكومة من المتطرفين على نتنياهو لإتمام عملية الغزو، وفي نفس الوقت التقديرات العسكرية بما فيها التي تشارك فيها الولايات المتحدة نفسها ترى أنه لابد من التريث، لأنه ربما تكون هناك مصيدة كبيرة للقوات الإسرائيلية داخل القطاع. أعتقد أنه نتنياهو تحت هذا الضغط، ورغم أنه هناك يعني استنفار داخلي بسبب موضوع المحتجزين لدى حماس سواء الإسرائيليين أو الأجانب اللي يحملوا جنسيات مزدوجة، لكن من الواضح أنه حسم أمره في مسألة أنه دفع بالغزو البري تحت ستار غطاء جوي وقصف مدفعي كبير.
هناك إشارات محددة على مدار اليوم أنه تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تتحدث على أنه لا يمكن إعلان النصر في الحرب على قطاع غزة دون عملية برية ضد القطاع. وهنا إسرائيل تريد أن ترضي غرورها في مسألة أنها إعادة الهيبة إلى إسرائيل بعد أن هدرت هذه الهيبة في عملية حماس في 7 أكتوبر. بالتالي هي أيضا تريد أن تخفف من الضغط الدولي اللي أحد ثماره اليوم هو التصويت قبل قليل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 120 صوت. طبعا كان متوقع أنه هياخد إجماع لأنه دائما التصويت في الجمعية العامة مختلف تماما عن مجلس الأمن، حسابات الجمعية العامة مختلفة، لكن 120 صوت في وسط هذه الأجواء أعتقد أنها نسبة جيدة. هناك أصوات من المجموعة الأوروبية والمجموعة الآسيوية والأفريقية أيضا امتنعت أو صوتت ضد القرار، لكن لكل دولة ظروفها وحساباتها. لكن الأهم اللي قاله السفير أسامة عبد الخالق هي مسألة أنه لابد من المضي في عملية التنفيذ، وتكلم على مسألة أنه الاستمرار في الدعوة للتنفيذ هي الأهم من الاحتفال بهذا القرار، لأن صدر ضد إسرائيل مئات القرارات في 70 سنة الماضية دون حل. دكتور، يعني حديثي طابة ونويبع أمس ومسألة الحديث عن توسيع دائرة الصراع في الشرق الأوسط وأثره على عملية السلام. أنا أعتقد أنه في حالة من القلق الشديد في الدوائر الإقليمية والدولية بشأن اتساع نطاق الحرب ودخول أطراف عديدة في هذا الأمر ودفع بعض الأطراف لأن تتورط في هذا الصراع. هذا ما حذرت مصر منه مرارا وتكرارا، ومن اليوم الأول ونحن نعلم أنه ما جرى لن يمر مرور الكرام، وأن هناك أكثر من أطراف الفاعلة خارج الدولة من المنظمات في المنطقة ربما ستدفع مواجهتها ضد إسرائيل إلى حرب شاملة في المنطقة. بالتالي أيضا الدول الكبرى بدأت تشعر هذا الخطر، الولايات المتحدة وأيضا الأوروبيين. الزيارات المتتالية للمنطقة واجتماعاتهم خاصة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أعتقد أنها وضحت الصورة بشكل واضح أنه لابد من الوقوف في وجه التصعيد بهذا المنطق. إسرائيل يمكن هي الآلة العسكرية الغاشمة اللي تستخدمها هي اللي مدية إحساس أنها لا يستطيع أحد أن يقف في وجه إسرائيل، لكن في نفس الوقت أنها أنا شايف أنه المجتمع الدولي مطالب بعد قرار الجمعية العامة اليوم أن يعود إلى صوابه وأن يفعل الجوانب الإنسانية في العلاقات الدولية خاصة قانون الدولي الإنساني، ولا تكون هناك معايير مزدوجة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية مثلما دعت مصر، وأنه لا أحد فوق القانون، وأن حماية المدنيين أولوية. عملية القتل على الهواء والإغلاق القطاع بهذه الطريقة لتصفية سكانه أعتقد أنها جريمة كبرى لن يمحوها التاريخ، مثلما قال الأمين العام للأمم المتحدة اليوم أن التاريخ سوف يحاسب الجميع على ما يحدث اليوم. صحيح، في كلمات تاريخية للحقيقة. دكتور، عايز أسألك عن الموقف الأوروبي، هل لمست أي تغيير في هذا الموقف إثر ما يحدث في شوارع الدول الأوروبية من انتفاضة ودعم ومساندة للشعب الفلسطيني؟ هناك حالة من تخفيف في دعم إسرائيل لكن ليست على المستوى الرسمي. هناك تغيير في اللغة، لكنها تغيير في اللغة بمعنى أنها تخفيف اللهجة من حق إسرائيل المطلق في الدفاع عن النفس إلى حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ومع مراعاة البعد الإنساني أو مقتضيات القانون الدولي مثلما تردد الولايات المتحدة أيضا اليوم. هذا هو الاختلاف عن 15 يوم اللي فاتوا. بتكلم على مسألة أنه لا يتحدثوا عن أنه إسرائيل مسألة أنها وقف إطلاق نار أو وقف عمليات عسكرية أو غيره، لكن هذا الأمر يتم تجنيبه ويتحدث بشكل مباشر عن مسألة أنه
من حقها في الدفاع عن النفس، وانه لابد من مراعاه البعد الانساني، وما فيش ادانات واضحه بشان القصف بهذا الشكل وفي وتصفيه السكان المدنيين بعد تجاوز الارقام اضعاف الارقام التي سقطت من الاسرائيليين في 7 اكتوبر. الموقف الاوروبي، نعم الشارع الاوروبي ربما ضغط بعض الشيء، بعض القوى اليساريه وغيره في الغرب ربما ضغطت، لكن اعتقد انه لن يتحرك كثيرا عن هذا الموقف، وخشيه ان يكون هناك صدام مع اسرائيل وهم لا يريدون ان يصطدموا مع اسرائيل. دورنا اعتقد انه واضح جدا في مساله تليين المواقف و جعل الدول الكبرى انها تتخذ مواقف معتدله نسبيا. لا نستطيع ان بسبب عنصر الوقت يمكننا ان نعول على هذه المواقف يعني الاوروبيه يا دكتور ولا لا؟ انه تحول تام في المواقف. هل يمكن التعويل على هذه المواقف الاوروبيه المتغيره نسبيا اذا جاز التعبير؟ من نتائج الاجتماعات الامس واليوم في الاتحاد الاوروبي، اعتقد انه مجلس اوروبا، اعتقد انه يصعب ان احنا يعني نركز على ده، لانه تصويتهم اليوم ايضا في دول كثيره رفضت او امتنعت. بالتالي اعتقد انه لو لعبوا دور هيكون الدور ده يخص مساله الدعم، مساله ادخال المساعدات، دعم فرص التهدئه الانسانيه طويله الاجل وليس هدنه بسيطه. يجب ان يعني جزء منها انه لا بد من الوقوف مع مصر في محاولاتها للوصول الى هدنه انسانيه طويله، ايضا انه يحتاجوا الى استخدام لغه اكثر حده في التعامل مع انتهاك اسرائيل لقوانين الحرب والقانون الدولي الانساني في التعامل مع المدنيين. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عزت ابراهيم، رئيس تحرير صحيفه الاهرام. وكليان